طيب، نظمت حملة أنتي الأهم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان برنامج للكشف والتوعية الصحية للسيدات والأطفال السوريين في مصر. خلونا نشوف مزيد من التفاصيل في التقرير. استكمالا للمشوار الذي بدأته في مدينة السادس من أكتوبر، أطلقت حملة أنت الأهم المرحلة الثانية في برنامج علاج المرأة العربية وتحديدا المرأة السورية، وذلك بحي المعادي والذي شهد حضورا كبيرا من قبل الأسر السورية التي تستقر هناك. شرفت النهاردة بلقائي مع اللاجئات السوريات، وأنا بحبش أقول عليهم لجاءات لأنهم في بلدهم، برحب بيهم وبحاول أن أنا أشارك في برامج التوعية الصحية ليهم. احنا كنا موجودين من حوالي شهرين في 6 أكتوبر، احنا النهاردة موجودين جوه مقر منظمة كير. اليوم منظمه أنت الأهم بالتعاون مع كير، بالتعاون مع اليو ان اف بي اي اللي هو صندوق الأمم المتحدة للسكان، بنعمل يوم مختلف للسيدات والأطفال. احنا ليه في أنت الأهم بنركز على المرأة والطفل؟ بنقول دايما المرأة عدديا نص المجتمع، بس فعليا بتربي وتتحكم في النص التاني. لو حبيت تصلح المجتمع ابدا معها الست، وابدا معها وركز معها من وهي بنوته صغيره، وده اللي احنا بنعمله مع الاطفال. ليه بنشتغل على الاطفال؟ لو اشتغلنا على الاطفال من دلوقتي بعد 20 سنه هتخلق جيل صحي مبدع، هتخلق بعد 20 سنه جيل مش محتاج لا دكاتره ولا محتاج حد يديله اي معلومات طبيه. احنا بنقدم للاطفال النهارده الدعم النفسي للأطفال السوريين اللاجئين هنا في مصر. طبعاً أكيد بيمروا بحالات نفسية صعبة جداً، وأكيد الحالة النفسية اللي بيمر بيها الطفل بتأثر على تركيزه، إدراكه، قدراته، كمان بتأثر على تعليمه، الجانب الأكاديمي والجانب كمان السلوكي، بيصدر منه حاجات ناتجة عن الحالة النفسية. فالنهاردة احنا طبعا بشكل ترفيهي من خلال العرايس اتعرفنا عليهم وابتدينا السيشن ان احنا جوانا حاجات كتير حلوة وان احنا لازم نبص نظرة ايجابية للحياة. تغطي الحملة كافة الجوانب الصحية التي تؤثر بشكل مباشر على المرأة والطفل، والتي لازالت في طور استكمال مراحلها بمدن اخرى والمحافظات. محمد القليوبي، صباح البلد.